إدريس شكر إدريس شكر إدريس شكر. أنا أعتقد أنه المعالم الجديدة وردت في كلمة الكاتب الأول وأيضا في كلمته في بداية المؤتمر وأيضا في الكلمة النهائية. أنا أعتقد أنه الاتحاد الشراكي اليوم لا الإطار العام التنظيمي ولا طريقة العمل ولا طريقة انتخاب الجهات من المؤتمر ولا أيضا المشروع السياسي دياله ما يمكن له إلا غيفتح أفاق جديدة، طريقة جديدة للتنظيم، طريقة جديدة للعمل، وأيضا مخطط وأيضا برنامج سياسي على المستوى لا كمعارضة ولا أيضا كمقترحات ولا كبدائل فيما يخص كل قضايا المرتبطة بالمغاربة. الآن المجلس الوطني لقد تشكل بصيغة المؤتمر الذين تم انتخابهم عبر كل منصات في المغرب، وأيضا هناك أعضاء بالصفة اللي هما البرلمانيين وأيضا الكتاب الجهات والأقاليم وأعضاء المكتب السياسي الحالي. اللي بقى الآن هو بقى أجهزة أخرى، مازال غادي هذا بعد شهر غادي يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي باقتراح من الكاتب الأول، وأيضا لجنة التحكيم والأخلاقيات ومراقبة المالية وغيرها من كل الهيئات اللي خصها لابد مازال يمكن لها تنتخب من المجلس الوطني من أعضاء وعضوات المجلس الوطني.